واو، كم من الرائع أنك وردت هذا القصر الجميل القديم. هزل، يمكننا الآن أن نحتفل هنا طوال الوقت. هيا نستمتع. وقفوا عن الصراخ وإلا ستغضبون روح القصر. سيد دوني، أنت ممل، لا تزعجنا في الاستمتاع. الذي يحدث؟ لا أعلم، ربما هناك مشكلة كهربائية. يا له من رائع أنني مدعوة إلى حفلة في قصر القديم. آمل أنني لم أتأخر كثيرا. يا إلهي، هل هم هنا؟ غريب، لماذا لم يفتح أحد؟ يا رفاق، لماذا أنتم صامتون؟ ارحلوا من هنا. ماذا؟ لماذا؟ أنا أريد الاحتفال. لقد قلت لك ارحلي، لن تكون هناك حفلة. كيف لا تكون؟ أغضبت الأرواح وعاقبت الجميع، هذا ليس مكاننا للاحتفال. جئت لرؤية أصدقائي. عموما من أنت تكون؟ هذا لا يهم، غادرين، كنت تريدين البقاء بأمان. سيد دوني، ما الذي تفعله؟ هذه صديقتنا إيفا، دعها تدخل. شكرا جزيلا لك، ماذا حدث؟ سوف تعرفين الآن. جميلة جدا. إذن من كان ذاك؟ حارس القصر، السيد دوني، ذلك الممل النادر. انسي ذلك، لقد خاف أكثر منا جميعا. خائف؟ لماذا أنتم بؤساء هكذا؟ لماذا لا تحتفلون؟ نيت مفقود مباشرة من الحفلة. لكن كيف اختفى؟ انطفأ الضوء، وعندما أضاء لم يعد موجودا. ابن أخي. ماذا سأقول لأمه؟ لا تهتمي، إنها بدون عقل. باختصار يجب العثور على نيت حتى بعد غد، سوف يأتي والديه. ماذا سنقول لهم؟ ربما نتصل بالشرطة. لا للشرطة؟ هل تريدهم أن يعرفوا أن قطتي لم يتم تطعيمها؟ عموما هل لديك عقل؟ ابن أخيك مفقود. فقد تخيلوا ماذا سيفعل والديه إذا عرفوا ذلك. ابحثوا عنهم بأنفسكم دون الشرطة. هيا بنا ماتيلدا. ما بك؟ وما العمل الآن؟ إذا يمكنني أن أساعد. التحقيق في الألغاز وآياتي. أرجوك ساعدينا. حسناً، سأحل هذه القضية. من هذا؟ أين؟ كانت هناك فتاة. لم أرى شيئاً، ربما كانت كيسي خادمتنا. ربما، ولكن لماذا تختبئ؟ حسناً، سأتحدث مع كل واحد منكم على حدة. كيتي، أنت الأولى. حسناً، أخبريني كيف كان الأمر منذ البداية. نيت ورد هذا القصر القديم، وقررنا أن نقيم فيه حفلة. دعوناك أنت صديقتي المفضلة، وغوين، وزاك صديق نيت. حسناً، أخبريني ماذا حدث أثناء غيابي. وصلنا وعمته تلك أريال تتبعه في كل مكان تقريباً، ولا تسمح له أبداً بالتسكع. هذا غريب، لماذا تفعل ذلك؟ إنها تحب نيت كثيراً وتقلق عليه دائماً، قالت أنها سوف تراقبه، ولكن... إذن لا تشاغبون هنا؟ ماتيلدا عليك مراقبتهم. لقد سئم نيت، لماذا أتتهمتك إلى هنا؟ ألا يمكننا أن نحتفل ونمرح؟ لا أستطيع طردها، لا يهم، سنحتفل على أي حال. كيتي، لم ننهي حديثنا. زاك، آسفة، أنا مشغولة الآن. ما الذي ستتحدث عنه مع كيتي؟ ربما يكفي. سأقرر بنفسي متى يكفي. أنت بدأت تزعجني، وماذا ستفعل لي؟ تريد أن نخرج؟ يا شباب، اهدأوا. حسناً، لنخرج. لماذا غضبتما هكذا؟ انسي الأمر، كيف يتشاجران ومنتما يتصالحان؟ هذا مثير، إذن هما تتشاجران. نعم، ولكنهم عادوا فرحين وبدأنا في التسكع على الفور، ظننا أنهما تصالحا. يجب أن نتحدث مع زاك.
ما هذا؟ مخيف، لقد سمعت تلك الصرخة المرعبة. ربما هذا غراب أو حيوان آخر. أنا لا أعرف، ولكنهم يقولون أن روح الشؤم تعيش في هذا القصر. من هذا؟ لا أعرف، عليك التحدث مع السيد دوني فهو يعرف ذلك. أنا لا أؤمن بالسحر، هناك تفسير منطقي. حسناً، شكراً لك كيتي، سأتحدث مع الآخرين. مثير، من هناك؟ يا إلهي، كيف لم ألاحظ ذلك على الفور؟ لديه كدمة تحت عينيه. ربما هذا بسبب الخلاف مع نيت، يجب أن أعرف. هيزل، لماذا خفتني؟ أنا أريد فقط أن أسألك سؤالا، من أين لك الكدمة؟ ما هذا السؤال الغريب؟ مثير فقط. وقعت على الدرج، ماذا يجب أن أخجل من هذا الآن؟ من الدرج؟ من أي درج هذا؟ من هذا. مشيت للتحدث مع نيت وانزلق. حسناً إذن، إنها تتجول هنا مرة أخرى، ما الذي تحتاج إليه؟ بتات غريبة تراقب الجميع دائماً. هاي، ماذا تريدين؟ واضح أنها مذنبة بشيء ما، يجب أن ألحق بها. توقفي، من تكوني أنت؟ أنا كيسي، أتعلم معكم في المدرسة، وهنا أعمل كخادمة خلال العطلة. لماذا تراقبينني؟ ماذا تريدين مني؟ أنا أردت التحدث. لا تكذبي، أنت اختطفت نيت، ما الذي حدث؟ هذا الصوت مرة أخرى. يا إلهي، لقد فقدت كيسي. إذن الشؤم الذي تحدثت كيتي عنه ليس خيالا. علي معرفة المزيد بالتفاصيل من السيد دوني. سيد دوني، الخادمة مفقودة. عرفت ذلك، هذه الفتاة تحب التدخل فيما لا يعنيها. هل يمكنني التحدث معك؟ هل تتجاهلني أنت؟ أنا حارس القصر، لست ثرثاراً. ما شعورك تجاه الملك الجديد للقصر؟ يبدو لن تتراجعي. سأخبرك، خلال سنوات عملي لم يكن لدي مثل هذا الملك المهمل. لكن ما هو الخطأ في نيت؟ إنه طفل، ولا يمكن له العيش في مثل هذه القصور. كل شيء قديم ويجب الحفاظ عليه. هل أنت غاضب لأنه أقام حفلة هنا؟ لست الوحيد الغاضب، أرواحه هذا المكان غاضبة. هل تؤمن بكل هذا؟ نعم، الأرواح في كل مكان، الساحرات والجن والأشباح في كل مكان حولنا، يعيشون هنا منذ قرون ونحن نخل بسلامهم. يا له من مختل، أنا جئت بالفعل للحديث عن اختفاء نيت. وماذا قلت؟ أزعز سلام الأرواح والساحرات إذا اختطفوه من أجل ذلك. وكيسي؟ ربما تسلقت إلى العلية دون أي سبب، أنا أكره الأطفال. عندما اختفت كيسي سمعت صرخة مرعبة، ثم ظهرت عجوز ترتدي الأبيض. أولى، أنت صامتة، إنها شؤم. من؟ روح على شكل امرأة، إن سمعت صرخة شخص شرير يعني حدوث مشكلة. وماذا سنتوقع؟ لا داعي للبحث عن نيت، إنه لن يعود. يا للرعب، أنا لا أؤمن بهذه الحكايات، يجب أن يكون هناك تفسير آخر لهذا. وين؟ جئت لأخبرك بشيء ما. لا تقلقي، سأوقظك. كفى، هيا اتركني. لماذا؟ لا يعجبني ذلك عندما تقترب مني كثيرا. أنا فقط أردت أن أحميك. لا داعي، أم أنك تريد أن يعرف الجميع سرك؟
كوين، لا داعي لا. إذا لمستني مرة أخرى سأخبرك بالحقيقة كاملة، وسوف تصبح المشتبه الأول في اختفاء نايت. كوين من فضلك لا داعي. إذا ابتعد عني. يا إلهي ما هذا؟ ماتيلدا، هل تعتقدين أننا فعلنا الصحيح أننا جئنا إلى هنا؟ بالطبع، كل شيء هنا فخ. أحلم أن أعيش في هذا القصر. أنا موافقة، أتمنى أن نعثر على ابن أخي. هل تتحدث مع القطة؟ سيدة أريال، هل يمكنني أن أسألك شيئاً؟ أوه إيفا، أيتها المحققة الصبية، ماذا أردت؟ أردت فقط أن أسأل، لماذا أنت هنا؟ هذه الحفلة للمراهقين. أنا فقط أحب ابن أخي كثيراً، لن أسمح له الذهاب إلى أي مكان وحده. لكن هو بالغ. ماذا لو حدث له شيء؟ وقد حدث، وأنا عرفت ذلك. لكن لماذا أنت مع القطة؟ إنها ليست قطة، إنها صديقتي أصيلة، بالمناسبة ليست مثل الآخرين. منذ متى وأنت تتابعين نايت هكذا؟ ماتيلدا تعالي هنا. نعم بالطبع. ماتيلدا، ربما بضع سنوات، وماذا؟ لكن غريب جدا، عندما كان نايت طفلا لم تقلقي، ولكن عندما كبر فجأة بدأت تعتنين به. وماذا في ذلك؟ وماذا في ذلك؟ كلما كبرت الأطفال زادت مشاكلهم. حسناً ماتيلدا لديها درس في الإنجليزي. هيا بنا ماتيلدا. غريب، واضح أنها تخفي شيئا ما. لا أنا في حيرة، يجب إخبار كيتي بكل شيء. نعم ها أنت هنا، لقد بحثت عنك في كل مكان، لماذا تبكين أنت؟ أنا ما زلت أسمع هذا الصراخ المرعب. يقول السيد دوني إنه شؤم ولا يبشر بخير. سيد دوني مجنون فقط، إنه مهووس بالجنيات الشريرات الأخريات. إذن أين اختفى صديقي؟ هذا الشؤم هو الدليل الوحيد الذي لدينا. في الواقع لا. ماذا تريد أن تتكلم مع كيتي؟ ربما يكفي، أنا بنفسي أقرر متى يكفي. أتعلم أنك تغضبني؟ أنت قلت بنفسك أن نايت وزاكت شجرة، ومن ثم ظهر لزاك كدمة. بالضبط، لم تلفت انتباهي حتى، وقال أيضا أنه وقع من الدرج. بإمكانهم أن يتشاجرا بجدية، وكان لدى زاك سبب لتخلصي من نايت. أنا موافقة، ماذا عن السيد دوني؟ إنه مجنون بالتأكيد، ليس فقط أنه يؤمن بكل هذا الهراء، بل إنه أيضا لا يحب نايت. كل هذا غريب، الآن يبدون لي كلهم متشابهون. هناك أيضا العمى أريال التي تتبع نايت في كل مكان لسبب ما، لا أعتقد أنها تعتني به هكذا، إنه شخص بالغ. نعم إنها غريبة، يجب علينا أن نراقبها. هذا ما سأفعله، لا تقلقي، سأجد صديقك نايت، هيا بنا من هنا. مرحبا سيد دوني، ما الذي تفعله هنا؟ أحضر جرعة من أقزام الحديقة. وأنا أريد القهوة حقا. القهوة؟ أنا لست عادلا، أنا الحارس. لا يهم، سأفعل بنفسي. ربما أنت منزعج لأن ابن أخي أصبح وارثا لهذا القصر الرائع. بالطبع أنا مستاء، كم سنة حافظت على هذا النظام، وهو هنا يقيم الحفلات. نعم، أنا وماتيلدا أيضا قلقون جدا. ماتيلدا سلم على السيد دوني. قطط، هي الرسل الساحرات. ماذا تقول أنت ماتيلدا، هي نفسها الساحرة، لكنها حنونة للغاية. عندما لا يغضبني أحد. ماذا تريدين مني؟ جئت لأخبرك فقط أن كل شيء سينتهي قريبا، سيكون للقصر قريبا مالك جديد. ماذا؟ ماتيلدا، كم هذا غير مؤدبا. نعم سيد دوني، المالك أكثر مسؤولية وبالطبع واعياً. يلا من أخبار جيدة، لكن من أين لك هذه المعلومات؟
ستكتشف ذلك بنفسك قريباً. حسناً أنا ذاهبة كما تعلم. ابن أخي مفقود. صديقتي أنت تماماً مستاءة. بالطبع صديقي مفقود، وأنت لم تقفي إلى جانبي طوال اليوم. كيف ذلك؟ أنا تجاولت طوال الوقت بحثاً عن نيت. أنت صديقتي، يجب أن تكوني إلى جانبي. وأنا هكذا قريبة. هيا تناولي الطعام، أنت بحاجة لكسب القوة. أتعلمين، ربما نيت ليس مفقودا وهو قرر أن يهرب بينما لم يره. ما الذي تقولينه؟ ولماذا سوف يهرب؟ ربما أراد أن يتركك لكن لم يعرف كيف. لا أصدق ذلك، إن نيت يحبني. لكن أنا لا أعتقد ذلك، أصبح ثريا وحصل على الميراث والآن ليس لديه وقت لك. ربما وجد فتاة، ربما وجد فتاة مشهورة. حسنا ماذا لو كنت على حق؟ لماذا سيحتاج إلي؟ أنا لست غنية. انسي الأمر، إنه مجرد أحمق، سوف نجد لك واحدا آخر. ما هذا؟ هل سمعتي؟ أنا أعتقد أنها من غرفة نيت. فلنذهب إلى هناك. سيد دوني، ماذا تفعل؟ أرمي أشياء نيت. ولماذا؟ لن يعيش هنا بعد الآن. هذا لأنك اختطفته. هل تعرف ماذا به؟ لا أعرف شيئاً، ولم أختطف أحداً، لكن نيت لن يعود أبداً، وسترين قريباً أنني كنت محقاً. إذا لا تريد الاعتراف بذلك. خدوش؟ تهيأ لك. ربما خدشته قطة أريان. ليس لديك الحق في نفس أغراض نيت. نعم، سوف يعود ويطردك. نعم، بالطبع، لن يعود أحد، لأنه في هذا القصر يتم اختطاف كل من يسوء التصرف من قبل الساحرات. سأفتح وأعود للتخلص من هذه القمامة. سأكون وراءه. حسناً، بينما أضع هذه الأغراض الآن. إيفا، أحتاج لمساعدتك. ماذا حدث؟ إن السيد دوني هو المذنب. لماذا؟ قال أنه سيكون الملك الجديد للقصر وبدأ في رمي أغراض نيت. يا إلهي، ربما حقاً أراد ذلك. نيت كان يضايقه. نعم، ولهذا كان بإمكانه التدبير لاختفاء نيت، وكانت لديه خدوش على يده، وقبل ذلك تحدث مع أريال وخدشته القطة. لا أعرف، لكن لا يهم، نحن بحاجة للقبض عليه. لقد ذهب الآن لفتح الباب، هيا. أنا قادم قادم. أتمنى لا يكون نيت قد عاد، ولا سأرسله مجدداً. لا، لقد جاءت الساحرة إلي. لماذا يصرخ من الساحرات؟ أشعل الأضواء. لا. لا، السيد دوني مفقود أيضا. وما هذا أيضا؟ ديكور الحفلة، لم يكن هناك وقت لخلعه. لقد اختطفوا السيدة دوني أيضا. يا إلهي، إذن لم يكن المتهم باختطاف نيت. لكن من يختطف الجميع؟ بالضبط، لقد جاء شخص ما. هيا لنلقي نظرة. من هناك؟ لا، هذه هي التي اختطفت السيد دوني وكاسي ونيت. لا، لا يمكن أن يكون لنهرب من هنا بسرعة. أنا حقا في حيرة، ربما أنني محققة فاشلة. لا يمكنك فعل كل شيء. كل من أشك به يختفي، لذلك ظني ليس في مكانه. لا تقلقي، أنا متأكدة أن المجرم سيكشف نفسه، سوف ترين. كل شيء رائع، هذا ما أردته. هل تسمعين؟ لا، ماذا هناك؟ انتظري هنا، سوف أعود قريبا. إنها جوين، يجب أن أستمع ماذا تتحدث. كل شيء سار جيدا، خطتي مع نيت كادت أن تنجح. خطة؟ أي خطة هذا؟ بالطبع حاولوا إزعاجي، لكني سأستمر حتى النهاية. إنها بالتأكيد تخفي شيئا ما، يبدو أنها قد تكون خاطفة نيت.
لا تقلق، نيت يستحق ذلك. كفى، إذن هذا كافٍ. اعترفي الآن بكل شيء. ماذا؟ لم أفعل أي شيء. ما هي الخطة مع نيت؟ هل تنصتي على محادثاتي؟ نعم، وأنت قلت أن خطتك نجحت. هراء، أنا لم أفعل أي شيء على الإطلاق، كل هذا زاك. زاك؟ نعم، استمع. إن اقتربت مجدداً من كيتي ستكون نهايتك. إنها تعجبني، دعها تختار، واضح؟ هكذا، استعد إذن. هاي ما بك؟ خذ هذا، المعتوه. أنا أسمح لك أبداً، واضح؟ نعم. إذن نيت لك معين زاك. بالطبع، لأن زاك تقرب من كيتي. ها، كنت أعرف ذلك. وماذا فعلت أنت هناك؟ أنا؟ أنا مررت بالصدفة. أنت لم تجيبي عن سؤالي. لا تلمسيني، أنا لست مذنبة. أنا سأتصل بالشرطة، دعيهم يستجوبوك. لا، صرخة الشرطة. ما هذا؟ جوين فقدت أيضا. هل أنا أخطأت مرة أخرى؟ تعلم الرقص ماتيلدا، قريبا سوف نقيم الحفلات في هذا القصر. مهلا، لماذا تبكين؟ تذكرت أن نيت مفقود، ابن أخي الحبيب. نعم هذا مؤسف. لا أفهم ما الذي يحدث، أرى تلك السيدة دائما بالأبيض، أسمع صراخها. أعتقدت أن الأساطير حول الأرواح غير جدية؟ كل شيء يعج هنا بالمخلوقات الأخرى. لكنني لا أؤمن بهم، يجب أن يكون تفسير منطقي لذلك. هذا أكثر منطقيا. هل رأيت الشؤون؟ وسمعت صراخها؟ يعني المصيبة قريبة. لن نجد نيت بعد الآن. حقا، إذن أبدا توليت هذه المهمة. أعتقد ذلك. نعم يا ماتيلدا، نعم. سيصل والدي نيت غدا وعلينا الاعتراف لهم بكل شيء. لا أستطيع هكذا بعد الآن. ألو كيتي، يبدو أن التحقيق وصل إلى طريق مسدود. لقد فشلت في كل شيء. لا تيأسي، أنت فقط متعبة. شكرا لإخباري عن جوين وزاك، سأجد زاك وسوف أتحدث إليه. زاك، هيا استيقظ. ماذا حدث؟ نيت قد عاد؟ لا، ولكن أعتقد أنك المسؤول عن اختفائه. ماذا؟ كيف يمكنك أن تفكر بذلك؟ أنا صديقه. جوين أخبرتني أنك كنت تتقرب مني، ولكني كنت غبية، لم أفهم واعتقدت أنك ودي للغاية. جوين قالت ذلك؟ يلا الهول. نيت عرف ذلك ولذلك تشاجرتما. أنا آسف كيتي، كان علي إخبارك بذلك مسبقا، حاولت لكن لم يحالفني الحظ. هل اختطفت نيت لأنك معجب بي؟ أردت أن تبعد المنافس؟ لا، حقا ليس كذلك. وكيف؟ كل هذا جوين، هي طلبت مني أن أتقرب منك. ماذا؟ إنها تحب نيت وأردت تدمير علاقتكما، كان علي أن أقترب منك حتى تفترقا. جوين هي صديقتي المفضلة ولا يمكنها أن تفعل ذلك. أنت لا تعرفين جيدا، تتصدق معك حتى تسلبك نيت. لا أستطيع أن أصدق. إذن ولماذا ساعدتها في ذلك؟ لأنني أنا معجب بها. ماذا؟ أفعل كل شيء لتكون جوين سعيدة. أيها الخونة، أنا في حيرة من أمري. أنت تحب جوين وجوين تحب نيت، يا له من هراء. لكنني لم أختطف، أقسم. ليست لدي صديقة بعد الآن. ونيت، سأتصل بالشرطة وأدعهم يتعاملون معك. لا توقفي. ما هذا؟ يا مخيف. زاك، أين أنت؟ هل اختطفك الشؤم أنت أيضا؟ يجب أن أخبر إيفا. إيفا، زاك مفقود أيضا. لا، أنا قلت جميع المتشابهين مفقودين، لا أستطيع حل هذه القضية. وأيضا قبل أن يختفي لقد رأيت الشؤم بعيناي. أنا لم أؤمن من قبل بوجودي قوى سماوية كهذه، ولا أنا أصدق ذلك حقا. يجب علينا الخروج من هنا بسرعة. لكن ماذا عن نيت؟
دعي الشرطة تبحث عنه. تعالي نتصل بالعمارية لكي تأخذنا إلى المدينة. أريد العودة إلى المنزل. ربما تكونين على حق. أريال، العمة أريال، أين أنت؟ أهلا، أراها منذ فترة طويلة أيضا. هل أتصل بها الآن؟ حسنا. نعم. غير متوفر. أريال، أريال، ليست هنا. أريال، 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 ليست هنا. ربما اختطفها الشؤم أيضا. أنا وأنت بقينا وحدنا هنا. لا، وسوف تتبعنا نحن أيضا. كيتي لا تخافي، إنها مجرد هلوسة لدينا، مجرد هلوسة. تعالا اتبعاني. ماذا؟ هل نذهب؟ ماذا أيتها الغبية؟ حتى تختطفنا أيضا؟ إنها لا تبدو وكأنها خاطفة، والشريرة أيضا. هيا بنا، هذه الجدة تريد أن ترينا شيئا ما. لا لا، انتظري. إلى أين تأخذيننا؟ إنها بالتأكيد تريد اختطافنا. هيا لنهرب ما دام لدينا وقت. مهلا، انتظري. ماذا؟ ها أنتما لقد علقتما. أنا وماتيلدا لن نسمح لكما بالخروج من هنا حتى تخبرونا أين نيل. أين نحن نعرف؟ لم يختطف أحد منا. هاي، هذا كذبون. لن أفرج عنكم حتى يتم العثور عليه. أنا وثبت بك، اعتقدت أنك امرأة جيدة. ماذا، هل أنا مجنونة؟ الواقع هناك القليل. كنا نعلم أنك مأتوها. يا للهول، العمة أريال، ماذا فعلت؟ حبست الجميع هنا حتى يجدوا ابن أخي. أنا سوف أتصل بالشرطة. ماذا؟ لا، أرجوكم لا، لا تفعلوا. ما هذا؟ الشؤم؟ كنت أعلم دائما أن الأرواح ستنقذني. لماذا اختطفت الجميع؟ لأنني كنت بحاجة إلى نيت. فكرت أن واحدا منكم قد اختطفه. ذكية جدا، أنت قلقة هكذا على ابن أخيك، كم هذا مثير. إنها تكذب، لم تفعل هذا من أجل الاهتمام. لماذا لك نيت؟ هيا اعترفي. لا تقولي، لا تقولي. هاي حسنا، أردت أن أخطفه أولا. ماذا؟ نعم، لأن من المفترض أن يبقى هذا القصر لي، ولكنهم أعطوا لي هذا الشقي. ماذا، هل أنت مجنونة؟ ألهذا السبب اتبعته إلى أي مكان وأتيت معنا إلى هذه الحفلة؟ نعم صحيح، كان من الضروري القبض على الولد في لحظات غير متوقعة. إذن اختطفته أم لا؟ لا، شخص ما فعل هذا قبلي. ولا أحد منهم يريد أن يعترف بذلك، لأن لم يفعل ذلك أحد منا. وأنت لماذا تصرفت بغرابة وتبعت الجميع؟ أردت الاحتفال معكم ولكن كنت خائفة. واضح. ولا أحد يهتم بوجود أسرار معنا الآن. هل أنت لي أيها الشقي العجوز؟ لماذا تصرخون؟ أنا لست شريرة، حتى لو قال الجميع ذلك، أنا جارتكم هنا. أنا أعيش في المستنقع هناك. وماذا تحتاجين هنا؟ أردت إيقاف هذه المرأة الحمراء، سمعتها تتكلم عبر الهاتف وأدركت أنها تختطف الجميع. لكن ما هذا الصراخ المرعب؟ أنا أمزح هكذا، لقد غنيت في فرقة الروك في الطفولة. يلا من جدة. أصمتوا جميعا، لدينا مشكلة أكبر، فنحن لم نجد نيت بعد. أنا لا أفهم، لكن إلى أين ذهب؟ ساعدوني. أسمعتم؟ هل هذا نيت؟ الصراخ يأتي من الشارع، الجميع إلى هناك. ساعدوني. إنه بالداخل. أنت بخير، أنا سعيدة جدا. كيف انتهى بك الأمر هنا؟ إن أخبرتكم ستضحكون. لن نضحك، أخبرنا. حسنا، عندما انطفأ النور أخذت مصباحا وذهبت لأرى ما حدث.
ربما وقع عطل ما، ثم خرجت إلى الخارج. القبوب كان مفتوحا، ثم وقعت هناك وأغلق الغطاء. مسكين، ابتعدي عنه حالا. كيتي ما بك؟ سنخبرك بكل شيء لاحقا، المهم أنك بخير. لكن تبين أن عمتك مجرمة. ماذا؟ ما الأمر؟ إذن الآن ستعرف كل شيء. اتركوني. نعم العمة أريل، لم أتوقع ذلك منك. استمتع جيدا في السجن. سأصل إليك أيها الشقي، فهذا القصر سيكون لي. هيا بنا، الشرطة ستتعامل معك. لا، أنا لست أريل. من الجيد أن كل شيء قد انتهى. العمة أريل لن تزعجنا بعد الآن. ماذا إذن؟ يمكننا أن نقيم حفلة. نت، رجاء ابقى معي، اترك كيتي. إلهي جوين، ليس لديك قطرة احترام لنفسك. يا العهد، كم أنت مثيرة للشفقة. جوين تبكي. تعالوا بنا نحتفل بنهاية تحقيقنا. هيا جميعا. لا يمكنني الانتظار أكثر، سأعترف بمشاعر مجددا وأقترح علي اللقاء، إما الآن أو أبدا. كيف حالك؟ كل شيء تمام. اسمعي جوين، أردت أن أخبرك بشيء ما. اسمع، أنت تحبني أليس كذلك؟ أجل، وهل ستفعل أي شيء من أجلي؟ بالطبع. لقد أهانني نايت حقا، ساعدني على إفساد حفلتهم. ماذا علي فعله؟ أطفئ الأضواء، هناك مفتاح هناك. حسنا، سأتكلف بالأمر. سيكون هذا رائعا. هذا الهراء مجددا. الأرواح مجددا؟ أية أرواح؟ هنا دائما يوجد مشاكل مع الكهرباء. نت، أنا خائفة. هل فزعتم؟ كانت هذه مزحة. زاك، أوقف المفتاح. هل أنت مجنونة يا جوين؟ توقفي عن إزعاجنا. حسنا، آسفة. أين زاك؟ لماذا تأخر؟ زاك، زاك، أين أنت؟ جوين، جوين، ما بك؟ إنه مفقود. ماذا؟ علينا أن نجده حتى الغد، أم بعد غد؟ حتى بعد الغد. نعم، بعد الغد. بعد الغد؟ يا لحظة. سوف يأتي أهله. يا لحظة. وماذا سوف نقول ماذا لهم؟ لنبدأ، انتظر قليلاً أنت. نعم، حان الوقت. هدوء من فضلكم، هدوء. في الإطار، هل ترى؟ أنا ذاهب. البالون، لماذا؟ أنت السبب، لا دعوة لي بهذا. أتعلم أنت تغضبني، ولما هذا لي؟ لا، لكن ممكن واحدة. حسنا. أنت. أنا عن قصد. أفضل صديقة لجوين وصديق زاك. أوي، نعم. هذا لا أعرف. أنت المتهم الرئيسي. هل ترى؟ هل ترى؟ هل لديك بعد ضربة؟ لم تنجح 100%. متزوجة.